مصر تعلن بشكل رسمي منصة الهوية الرقمية في مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا خير وسعادة دايما. أهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب. من أهم المشاريع التي ستطلق في مصر في هذه الأيام وهو مشروع منصة الهوية الرقمية. إيه فايدة المشروع الجديد اللي مصر بتعلن عنه؟ أطلق البنك المركزي المصري مشروعه الرائد هوية، أول منصة وطنية متكاملة للهوية الرقمية، تمهيدا لإطلاق التطبيق الإلكتروني الرسمي على المتاجر خلال الأسابيع المقبلة، تمكين المواطنين من تنفيذ معاملاتهم المصرفية والحكومية عبر الهواتف المحمولة دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك أو استخدام المستندات الورقية التقليدية، يعني التحول الرقمي. طبعا ده الخبر الترند اللي هو موجود حاليا على كل السوشيال ميديا في مصر، منصة الهوية الرقمية في مصر. خلينا نوضح الموضوع، نسيبنا بقى من الكلام المكتوب ده ونشوف ايه فايدته بالنسبة للمواطن، بالنسبة لي انا كمواطن مصري. شوف يا جماعة، الموضوع ده موجود برا. هنضرب مثال على مثلا السعودية. اللي عاش في السعودية واللي موجود حاليا في السعودية عارف الكلام ده كويس قوي. موجود في السعودية حاجة اسمها أبشر، منصة اسمها أبشر، بتقدر ان انت تدخل عليها من خلال يعني المتصفح او تدخل عليها من خلال تطبيق اسمه أبشر، بيتم تنزيله من المتجر وبتبدأ ان انت تستخدمه. ايه فايدته؟ وتقدر تفتح على فكرة من اللابتوب او الكمبيوتر او من الموبايل، ما فيش اي مشكلة. الناس اللي قاعدين في السعودية سواء كان مقيم او كان مواطن يقدر ان هو يعمل كل معاملاته من خلال الموبايل اللي هو ماسكه في ايده، مش محتاج خالص ان هو يعني الشغل الورقي ده خلاص مش موجود. ومن زمن على فكرة، من فترة كبيرة الموضوع ده موجود من فترة كبيرة في السعودية، تمام؟ انا بقول لكم عن تجربة، ولكن في دول تانية برضو فيها طبعا اللي هو التحول الرقمي ده موجود، ولكن احنا بنتكلم على مثال انا جربته. منصة أبشر دي بتدخل عليها موجود فيها اقامتك او هويتك، يعني لو انت مقيم شغال في السعودية، مصري مثلا وشغال في السعودية، فاقامتك موجودة، او لو انت مواطن هويتك موجودة، رخصة القيادة موجودة فيها، لو جالك مخالفة جالك اي شيء موجودة بتظهر في المنصة، لو انا عايز اعمل اي معاملة عايز اعمل اي شيء موجود داخل منصة أبشر. يعني اقدر ان انا امسك الموبايل كده واطلع الاقامة او الهوية تظهر معي، او الرخصة، اي حاجة موجودة، مش محتاج ان انا اشيلها كحاجة بلاستيكية موجودة معي، تمام؟ اي خدمة اقدر ان انا اعملها من خلال مدفوعات حكومية، اي حاجة اقدر ان انا اعملها من خلال منصة أبشر في السعودية. طيب لو انا عايز افتح حساب بنكي، طبعا في مصر لازم ان انت تروح تحجز موعد او ان انت تروح مباشرة على الفرع وتدخل لخدمة العملاء وتفتح حساب وهات لنا بطاقتك وصورة بطاقتك ومعرفش وعنوانك واثبات معرفش سكن واثبات وعنوان وحاجات كده كتير بيطلبوها، صح؟ هنا وانا قاعد كده في السعودية مثلا، وانا قاعد كده ماسك الموبايل في ايدي، ادخل افتح حساب في بنك مفيش اي مشكلة خالص. طب هو هيعرفك ازاي؟ هيعرف امضتك ازاي؟ هيعرف يعني هويتك او اقامتك ازاي؟ ما هو ده كله مربوط مع أبشر، ما كل حاجة موجودة في أبشر. بيبدأ ان هو يتوجه لأبشر ياخد كل البيانات منه، فبالتالي تحول رقمي كامل موجود هنا في السعودية بصراحة. فديت حاجة كويسة جدا، تقدر تفتح حساب بنكي، تقدر تعمل اي معاملة، تقدر انت تعمل معاملة حكومية، اي حاجة من خلال الموبايل اللي انت ماسكه في يدك. يعني تخيل افتح حساب بنكي في خلال ما ياخدش معايا 5 دقايق مثلا، على اي بنك انا عايزه، بنك الرجحي، بنك مش عارف ساب، بنك البلاد، بنك الانماء، اي بنك، ويبدأ ان هو ياخد امضتي وياخد بياناتي كلها وكمان العنوان اللي انا عايش فيه وكل حاجة من منصة أبشر. حتى كمان البطاقة بتجيلي لغاية المكان اللي انا موجود فيه، مش محتاج ان انا اطلع اصلا من البيت وانا قاعد ماسك موبايلي. كل بياناتك، رقم موبايلك، بطاقتك، عنوانك، كل حاجة عنك موجودة داخل المنصة، وبالتالي سهل جدا تعمل اي معاملة بسهولة وانت قاعد في البيت. مشروع اللي هو هوية في مصر ده الصراحة تحديث او مشروع او منصة او مبادرة بصراحة مهمة جدا جدا ومفيدة جدا للدولة وللمواطنين في مصر. تحياتي ليكم، اتمنى لكم التوفيق والسعادة. اكتبوا لي في تعليقات هذا الفيديو انت بتشاهدني منين، وهل موجود عندكم فعلا في الدولة اللي انت بتشاهدني منها الموضوع ده؟ هل موجود عندك الكلام اللي انا اتكلمت فيه ده ولا لسه لم يطبق عندك؟ وان شاء الله عندما يتم تطبيق الموضوع بشكل رسمي وفعلي هنبدأ ان احنا ان شاء الله نوضح الموضوع بشكل عملي. وكمان نتمنى وان شاء الله يكون من ضمن المبادرة دي لو واحد مثلا عايش برا مصر، عايش في السعودية، عايش في امريكا، في اي مكان وبقاله فترة وحابب ان هو يفتح حساب في مصر، حساب بنكي،
فيقدر ان هو يدخل يفتح الحساب البنكي اونلاين. مش لازم ان هو لسه بقى يستنى لما ينزل اجازه مصر وكده ويبدا انه يروح يزور الفرح. اكيد المفترض طالما ان فيه اللي هو هويه اللي هو زي ابشر كده في السعوديه, فبالتالي انت تقدر تفتح حساب وانت خارج مصر. المفترض احنا لسه لم يتم تطبيق الموضوع بشكل عملي, ولكن المفترض كده. ده يبقى فيه استفاده بالنسبه للدوله وبالنسبه للمواطنين, ان الواحد اللي بره ده بقاله فتره عايز يفتح حساب يقدر يفتح حساب, يدخل كده على اي بنك ويفتح حساب اونلاين, مفيش اي مشكله, بعد طبعا ما يتم الاشتراك في الهويه الرقميه في مصر. لان دي مشكله بتواجه الناس اللي هم المغتربين اللي هم عايشين بره, بيكون بقاله فتره ما نزلش وممكن يكون عايز يعمل حساب بنكي, فبيستنى ان هو لما ينزل مصر فيقدر يعمله اونلاين وهو قاعد, مفيش اي مشكله, يحول فلوسه على حساب. ده من ضمن الاشياء اللي هتكون مفيده جدا جدا جدا. تحياتي لكم, واتمنى لكم التوفيق والسعاده. اكتبوا لي رايكم في تعليقات الفيديو, واهم الفيديوهات التي تفيدك موجوده في وصف الفيديو في التعليق المثبت تحت الفيديو. مع السلامه.